وزير الدولها وسارة دارمها دبدا سومالي لان بروفيسور محمد محل بقره وحو حفيسكي سكوقا بلاي حدبان كاتر سن بارلمان كيوروب وزير الدولها اي حدبان كايا قاتي كلنا البابد وحنايين كدب كلن كاسنا وحيسي وذكير اولها اللين ورفديين كا بغضي وسارة دارمها دبدا سكاشك عالمي مستر جيمس كارفر او انيكا يوروبيان يونيكا بارلمان كجرا او اد موجود دولة مر وربا وقاسيك الصومال لان سهر سراء وقود دولة او هالك النوغو يميدي او كاوضا شاكي سنة وحيابه بدنا وصواقب تاي يا وحا وقبان دونو يسيدان وضا شاقين دونو ها كاوضا شاكي سنة اد نوان وقومات نقا ان هولو بلان بقارق تيقارن الصومال لان او هر وانيكا وقاسيك وقود دولة محو هاي بار يوروب يوروبيان بارلمان كا ما بارلمان كا يوروب يا يوروب اردن بهاد يا جاري نورد حمرا مركا اد بان سنة وقومات نقا ان انا وحي هان سدداري الهين بان سكود دار ناري يا وحان هذا اللي سورين الهين وانو سنري I'm honoured and privileged to actually meet representatives of the government as well. And I'm delighted at the warm welcome I've had from Somalilanders, from Parliament, from government, from across the country. Everybody in Somaliland smiles. If it wasn't called Somaliland, I'd call it Smileyland.